كيف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تحتفل؟ كيف تحتفلون؟ أتحتفلون على عياش؟ أتحتفلون على عياش الجزائري الذي سقط وهوى في حفرة فمات فيها قهراً، فمات فيها قهراً على حال أمة هوت في مثل هذه الحفرة من قبله فماتت قهراً وألماً؟ على ماذا تحتفلون؟ على ماذا تحتفلون؟ على ملايين، على ملايين من الشباب خرجوا من أوطانهم قهراً على أوطان يأكل فيها الغني الفقير ويأكل فيها القوي الضعيف. على ماذا تحتفلون؟ على مليون يتيم في سوريا؟ على ماذا تحتفلون؟ على مليون يتيم في سوريا؟ على ماذا تحتفلون؟ على يمن يموت فيها كل ساعة طفل من الجوع؟ على ماذا تحتفلون؟ أخبروني. على عراق أهديتموها للمجوس؟ على ماذا تحتفلون؟ على قدس تئن وتبكي ليل نهار وعلى آلاف من الأسرى والأسيرات هناك؟ أخبروني بربكم، على ماذا تحتفلون؟ على عظماء في السجون وجبناء في القصور؟ على ماذا تحتفلون؟ أخبروني. على قهر آباء أتعبتهم شمس الحياة وهم يبحثون لعيالهم عن حياة كالحياة؟ أخبروني أحبتي، على ماذا تحتفلون؟ على من يجمعون من القمامة غداء يومهم؟ على ماذا تحتفلون؟ على بلاد كنا ننشد فيها بلاد العرب أوطاني فسرنا ننشد فيها بلاد الرعب أوطاني؟ على ماذا تحتفلون؟ أخبروني. على ماذا تحتفلون؟ استريحوا، استريحوا وأريحوا أنفسكم واجمعوا أموال احتفالاتكم وألعابكم، وألعابكم النارية، وأنفقوها على أطفال يموتون كل ساعة من الجوع في اليمن، ويموتون الآن، الآن في هذه اللحظة وفي هذه الساعة من البرد، من البرد ومن الصقيع في مخيمات اللجوء في سوريا. ولكن أقول ختام هذه النقطة، رغم كل أحزان الأرض سنتطلع إلى السماء، رغم كل أحزان الأرض سنتطلع إلى السماء. ورحم الله الشاعر غازي حينما قال: نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا.